مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فاشن تايم. هتشوفوا معانا فقرات جديدة زي ما عودناكم كلها عن الموضة والجمال، كان من ديزاينرز، ميك اوفرز او فاشن شوز. بس قبل ما ندخل في التفاصيل او اذكركم انه تقدروا تتواصلوا معنا على كل انواع السوشيال ميديا اللي باينة قدامكم. ويلا دحين ناخذ جولة سريعة عن فقراتنا اليوم. في هذه الحلقة المميزة من فاشن تايم حتشوفوا معانا مصمم الأزياء والمصور الكندي رعد حوراني يتسلق سلم النجاح بسرعة بتصاميم فريدة من نوعها تناسب المرأة والرجل. النقاط الخليجي تصدرنا قائمة هاربر بازار أرابيا بست دريست. علامة بوزر رادسي تأخذ العباية إلى مفهوم عصري جديد. مقابلة مع مصممة الأزياء ميمي وعلاقتها بالتراث العربي. كيفية لبس موضة الدانتيل والباستيل بطريقة عصرية وجديدة. تيد بيكر تطلق مجموعة ربيع وصيف 2016 بحفل يأخذ الحضور إلى إجازة على شاطئ البحر. درجات اللون الأحمر تعود للمقدمة في عالم تصفيف الشعر. مصور الأزياء العالمي ماريو تستينو في دبي لافتتاح معرضه هيت. الترند اللي دائما بنشوفها في كل موسم لربيع وصيف هو الباستيل، ومن الترند اللي بنشوفها طوال السنة هي الدانتيل. فاليوم حبيت أجمع بين الدانتيل وبين الباستيل عشان أوريكم كيف ممكن تلبسيها وفين ممكن تلبسيها بطريقة جدا حلوة ومرتبة. شوفوا معنا. الدنتيل في انواع، في نوع خفيف، في نوع تقيل، واللي حلو في الدنتيل انه هو جدا كلاسيك وراقي، فحلو لما تلبسيه في عزام يكون جد مرتب ورايق ويعطي اللوك الانيق. فهذا مثلا حسيت انه الدنتيل تخين شويه، وفي نفس اللون الباستيل اللي احنا بنتكلم عليه. فمثلا هذا ممكن تلبسيه في النهار، ممكن تلبسيه في الليل حسب الاكسسوارات وحسب الشعر وطبعا حسب الميك اب. اهم شيء الدنتيل ممكن كمان يستخدم كإكسسوار أو تفاصيل مميزة في فستان معين. فمثلا هذا الفستان very simple plain بس فيه له حركات الدنتيل على الأكتاف، فهذا بيديله أكثر فخامة. اللوك هو لوك سمارت كاجوال، وهو عبارة عن التنور الدنتيل بلون البنفسجي الفاتح وتوب واسع لون النود أو اللحم الفاتح. حطيت معاه اكسسوارات زي الشنطة النحاسي الكبيرة على شكل مستطيل والكعب الفضي المعدني. هذا اللوك يعتبر سمارت كاجوال ومناسب لطلعات النهار لأن الألوان هادية وناعمة وتليق للمناسبات البسيطة. لوك هو فستان دنتيل قصير بأكمام طويلة باللون الأبيض. هذا اللوك مثالي وفخم ويليق للنهار أو الليل حسب الإكسسوارات والميك اب والشعر اللي تختاريها. اخترت إكسسوارات زي الشنطة المطبعة بألوان مختلفة وسلسلة طويلة مع الكعب الأبيض الكلاسيكي. آخر فستان هو المفضل عندي وهو فستان أبيض طويل سادة، واللي عجبني أنه قطعة الدنتيل موجودة على الأكتاف فقط وليس على كل الفستان. هذا الفستان شبابي ويعتبر ستايلش وأنيق ويليق في النهار أو الليل. حطيت إكسسوارات زي الشنطة المطبعة الصغيرة بسلسلة طويلة والكعب بأحجار مختلفة اللي تعطي فخامة في اللوك.
حاليا بنشوف ظهور كثير نو تالنتس في العالم الفاشن والموضه وخاصه في الخليج. فتعالوا نتعرف على الاختان حصه وحنان اللي عندهم العلامه بوزيراتزي المختصه في العبايه العصريه. مرحبا حنان وحصة. أول شيء حابة أرحب فيكم في برنامج فاشن تايم، وأنا طبعا مرحبا بيتر كولكشن. وأنتم زي ما أنتم عارفين العباية شيء أساسي في الإمارات وفي السعودية، وأنتم حولتوا العباية لشيء عصري ومميز. فحنان نبدأ فيكي، أول شيء قولي لنا كيف بدأتوا هذا البراند؟ أوكي، علامة بوزيراتزي طرحناها في عام 2014. كان الطرح من خلال مجموعة خريف وشتاء 2014-2016. طبعا استكملنا العلامة التجارية بطرح صيف وربيع 2015 وبعدين خريف وشتاء 2015-16. البداية كانت أن يعني كانت من نشأتنا أصلا نحن أنا وحصة في مدينة دبي، بحكم أن نحن نشأنا في يعني مجتمع ما شاء الله يعني الجنسيات فيه مختلفة، الثقافات مختلفة. جت الفكرة عن طريق شفنا أن الأغلب قاعد يعبر عن شخصيته أو عن صفة من صفاته بال 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 بالملابس اللي قاعد يلبسها. وصار في نوع من الفن الإبداعي في طريقة التعرفين تنسيق الملابس أو لبس الملابس اللي يلبسونها بشكل عام. فجت الفكرة أن ليش ما نطرح طيب نحن بعد مجموعة تبرز سيدة من سيدات المجتمع عندنا ونبرز فيها صفاتها. وبهالطريقة طلعنا بعلامتنا التجارية بوزيراتزي. حصة دحين عرفت من حنان أنه أنت ماسكة كل التصميم حق العبايات، فممكن تقولين إيش حكاية الأخرى الكولكشن نزلتوها، إيش الكونسبت والإنسبيريشن؟ الكولكشن الأخير اللي هو كان كولكشن خريف وشتاء 2014-2015 مستوحى من الثقافة الاسكتلندية. فلهذا السبب نحن استخدمنا الأقمشة مثل ما أنت شايفة المقلمة أكثر أو التشيكس يعني اللي كان فيها مربعات أكثر، وبعض من القطع أيضا كان فيها البليت بأحجام مختلفة. يعني بعضها كان الحجم الكبير بعضها كان الصغير، وفي أماكن بعد مختلفة يعني ممكن تكون العباءة كاملة أو مثلا بارت منها بشكل بسيط يعني. إيه حلو. طب دحين أنا لما أطالع في هذه العباية مستحيل أقول إنه هذه عباية تقليدية. إيه؟ هي جدا عصرية وجدا مميزة و very modern. فقوليني إيش يعني إيش كانت فكرتك إنك أنت تعملي هذه العباية؟ شوفي، نحن الغرض الرئيسي من عباياتنا عدم التوجه للفئة المواطنة أو اللوكلز الموجودين بدولة الإمارات فقط. لأن مثل ما ذكرنا في السابق أن مدينة دبي المتواجدين فيها أو أغلب الموجودين على أراضي دبي من مختلف الجنسيات وثقافات مختلفة، فالعبايات مش متوجهة لفئة معينة أو للخليجيات بشكل مخصص. فهذه العباية ممكن تلبسها خليجية أو ممكن تلبسها غير خليجية أيضا. أيه صح. كمعطف أو كمثلا رداء خارجي. طيب، طيب حنان أنتم ما شاء الله عملتوا مجموعة مرة حلوة، ومثلا مجال التصميم صعب مو سهل يعني مو أي أحد يقدر يعمله. فأنتوا كيف طورتوا نفسكم أنه قدرتوا تصمموا هذا الكولكشن؟ شوفي، نحن أصلا تخرجنا من جامعة دبي من كلية إدارة الأعمال بدرجة بكالوريوس. لما جتنا الفكرة أن نحن نطرح المجموعة شفنا أن نحن كان عندنا بعض يعني القليل من المعلومات في هذا المجال، في مجال التصميم. فقلنا طيب لازم نطور نفسنا، فالتحقنا بدورات تدريبية في جامعة لندن، المقرها كان في دبي، ومن هناك استقلنا المهارات بأخذ دورات تدريبية طبعا. وغير عن كذي طبعا حصة أخذت دورات أكثر مني بحكم أنه تمسك مجال التصميم أكثر، فالتحقت بعد بجامعة في تركيا لتطور من مهاراتها. حلو. طيب حنان، أنت عارفة مثلا العباية هو شيء تقليدي وفي نفس الوقت في ناس يلبسوها عشان ديني. صح. فكيف كان تقبل أهل الإمارات لعباياتك؟ لأن العبايات تعرف زي ما أنت شايفة عصرية، وبتقولي لي بتصير كوت وفي زيبرز وفي قصات كثيرة، فممكن تكون انها شويه ملفته اكثر من العبايه السوداء التقليديه. صحيح. فايش كان تقبلهم لهذا الموضوع؟ بالعكس، كان التقبل ايجابي يعني بشكل عام.
يمكن حاليا خاصة في مجتمعنا الحالي صار في تطور كبير في عالم الموضة وخاصة في مجال العباين. حاليا احنا ما ندرج فوزة رازي على اساس انها ماركة عباية او ماركة تجارية للعباءة فقط، لان نحن نطرح غير العبايات، ممكن نطرح كوتات طويلة، المعاطف الطويلة. فالمعطف هذا الطويل ممكن يلبس بكون ان احنا اماراتيات ووجودنا في مجتمع خليجي، ممكن يلبس كعباية، وهذا كان تقبل الناس انهم ممكن يلبسونها كعباية ان كانت في البلاد او برا البلاد. فكانت هذه الفكرة وكان تقبلهم الحمد لله ايجابي. حلو. طب حسيت التقبل اكثر من النيو جنريشن ولا حتى الامهات والاكبر في السن؟ بصراحة نحن كعلامة تجارية ما نركز على فئة معينة، لأن كل مجموعة تختلف تماما عن المجموعة الثانية. ممكن مجموعة تشوفينها تناسب النيو جنريشن أكبر، وفي مجموعة ثانية تناسب الجنريشن يعني لهم السيدات الأكبر سنا. فما في بصراحة يعني توجه معين لمجموعة بوزرازي، بالعكس نحن نحب نشوف مجموعاتنا يعني على اغلب الجنريشنز الموجودين. وبس في النهايه نحن ننصح دائما الكلاينت ان تختار الشيء اللي يناسب شخصيتها ويناسب سنها. اكيد اكيد. طيب حنان، انت اول قلتي لي انكم انتم دحين بتبيعوا اونلاين كمان، إيه؟ فكيف اقبال الناس انه يشتروا عبايه اونلاين؟ يعني كيف المقاسات؟ كيف هل تحس انه مثلا برضو النيو جنريشن هم اللي بيطلبوا اونلاين، ولا صار كل الناس بتطلب؟ شوفي، يمكن ناحيه النيو جنريشن عندهم تطلع اكثر على الاونلاين وعلى تفتح على الانترنت، سوشيال ميديا والشغلات هذه. فيمكن توجه النيو جنريشن على الانترنت والطلب من الانترنت افضل من توجه السيدات الاكبر سنا. يعني الاونلاين يعتبر كانه بوتيك، يحطون فيه المقاسات، يحطون لك فيه انواع القماش المستخدم يعني بشكل تفصيلي، لدرجه ان حتى انت ممكن يزوم ان تشوفين بالضبط القماش كيف بالضبط. يعني عرفتي شكله او ملمسه يعني عموما. طيب دحين انا لاحظت في التصميم ان انت استخدمت اقمشة مره كثيره، صح؟ فايش المين فابريكس اللي استخدمتيها في هذا الكولكشن؟ وحكينا اكثر على حكايه الزيبر، انه كيف تقدر تقص العبايه وتلبسيها كمعطف. المين فابريك كان عندنا التشيكس، مثل ما تلاحظين هو متواجد في كل قطعة في أماكن مختلفة، يعني ممكن مثلا في الكتف فقط، ممكن في الإيد، ممكن كباتش أو كقطع يعني خايطينها على العباية نفسها. فكان هذا المين، لأن من تشوفين أي قطعة راح يعني راح يجي في بالك أن هاي القطعة مستوحاة من هذه الثقافة. فمثل ما طرحت في السابق ان نحن حاولنا نتوجه لكذا فئه، فممكن انهم يعني يلبسونها ازنا عباء او كوشاح رداء او معطف، وممكن يلبسونها بطريقه ثانيه. فلهذا السبب نحن طرحنا ثلاث اطوال مختلفه للجاكيت او المعطف. في عندنا الجاكيت القصير اللي هو يكون مع تنوره، معها بليت كاملة، فممكن تلبسها إذا قفلت الجرار ممكن تلبسها كعباء كاملة، أو إذا فتحت الجرار ممكن تلبسها كجاكيت وتنورة. الطول الثاني اللي هو تقريبا طول وسط يعني، والطول الأخير اللي هو الترنش كوت أو الكوت الطويل مرة. فيعني هالأطوال الثلاثة المختلفة ممكن تلبسها أي فتاة في أي مناسبة أو حلو. في أي بس أنت ما دام دخلت الدايركشن حق العباية، ليش قررت تعملي كوتس كمان؟ يعني هل كان شيء شخصي أنه يمكن أنت سافرتي وقلت خليني أحتاج كوتس، ولا إيش كانت الفكرة أنك أنت تحوليها من عباية لكوت في نفس الوقت؟ طبعا لهذا الكولكشن، لانه كان الكولكشن الشتوي، فتوجه الناس اكثر راح يكون للمعاطف سواء كان في داخل الدولة او خارجها. في نفس الوقت حابين ان تكون العباء مستخدمة باكثر من طريقة وتفيد المرأة اللي لابستنها، يعني هي ممكن تلبسها داخل الدولة بشكل عباءة، وممكن تفيدها ايضا خارج الدولة بفتح الجرار، فممكن تظل فقط بالمعطف او الكوت نفسه. أيوة. حلو. طيب حصه دحين في بعض العبايات انا حاطه انها بقصه الكيب، صح؟ فالكيب كثير نازل هذا الموسم، فهل اقدر اقول ان انت مثلا متابعين الترندز وتابعين الفاشن اللي بيصير انترناشونال وبتطبقوها على العبايات، ولا يور ميكينج يور اون ترندز؟ شوفي، نحن في قطعنا نحاول ان هي نخليها تايملس اكثر، يعني المراه ممكن تلبسها حتى بعد مثلا فترة معينة، يعني أيوة. مش في نفس السيزن أو ممكن مثلا السيزن اللي بعده. فالكيب أنا في وجهة نظري الشخصية أنه بيظل يعني على مدار السنين، قصة الكيب ما راح تتغير، أو يعني ما راح تحسينها قديمة.
علشان ما تلبسينها في هذا الموسم عرفتي. فمثل ما يعني المتابعين بيعرفون ان احنا اصلا طرحنا بعد الكيب في الكولكشن الاولي الكولكشن الشتوي الاولي. فنحن نحاول نحن نطرحها تقريبا في الكولكشنات الشتويه بس كل مره بطريقه مختلفه وبطريقه مبتكره. حلوه. سو يعني قصتكم تعتبر كلاسيك بس في نفس الوقت الديزاين يعتبر جدا عصري. صحيح. طيب انت قلتي لي انه انتم حاطين اشياءكم في كذا محل في دبي وفي ابو ظبي. صحيح. طب ايش خططكم المستقبليه؟ هل ناويين مثلا تعملوا يور اون بوتيك ولا ايش حتعملوا؟ شوف في المستقبل ان شاء الله يعني التطلع مالنا ان احنا نتم محافظين على الابداع والابتكار في التصاميم مع الحفاظ على الحرفيه والجوده في التصاميم الموجوده عندنا. غير عن كذي حابين اكيد نتوسع محليا واقليميا وعالميا. مشروع انه يكون عندنا بوتيك بوزا رازي اكيد ان شاء الله موجود ان شاء الله في القريب ان شاء الله. ان شاء الله. حسو حنان مرة شكرا على وقتكم من جد عباياتكم تجنن. يعطيكم العافيه والله يوفقكم. شكرا. ثانك يو سو ماتش. الحارثي وأمين العباسي وتيم الفلاسي وكثير من الأسامي الخليجية نجحوا بدخول قائمة هاربر بازارز بيست دريست لعام 2016. فتعالوا نتعرف أكثر على هذه الأسامي. ضمت قائمة هاربر بازار أرابيا أكثر النساء أناقة لعام 2016، 45 اسم لمعوا في عالم الأزياء والأناقة خلال العام الماضي. واللافت هذه السنة وجود الكثير من سيدات الخليج في هذه القائمة واللي يعتبروا سفيرات للموضة والأناقة، ويتبعهم الآلاف وأحيانا ملايين من المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز هذه السيدات الستايلست السعودية هل الحارثي اللي ذكرت أن أمها هي من أثرت على حبها للموضة والأزياء من خلال تقديرها للفن. من الإمارات تمكنت من دخول القائمة كل من المصممة المجوهرات سلامة خلفان اللي تمتلك 20 حقيبة بيركن وكالي، مقدمة برنامج The Tame Show تيم الفلاسي اللي يتبعها الملايين على الإنستغرام، فاطمة حسام الطالبة في جامعة الإمارات للطيران، المصممة وصانعة الأفلام سارة العقروبي، ومصممات الأزياء وسيدة الأعمال سارة التميمي. من الكويت ضمت القائمة كل من فجر فهد اللي ورثت حب الفخامة والرقي من والدتها، وسيدة الأعمال سارة الوزان. أما من البحرين فكل من المصممة نوف الشاكر وخبيرة الصحة نايلة الزياني. تمكنوا من دخول القائمة بحبهم للعالم الأناقة والفخامة. وأخيرا العمانية عهد الندابي اللي بتعشق الفنتج في عالم الأزياء. فقرات الموضة والجمال ما خلصت، فاصل ورجع. بعد الفاصل في فاشن تايم حتشوفوا معانا مصمم الأزياء والمصور الكندي رعد حوراني يتسلق سلم النجاح بسرعة بتصاميم فريدة من نوعها تناسب المرأة والرجل، مقابلة مع مصممة الأزياء ميمي وعلاقتها بالتراث العربي، تيد بيكر تطلق مجموعة ربيع وصيف 2016 بحفل يأخذ الحضور إلى إجازة على شاطئ البحر، درجات اللون الأحمر تعود للمقدمة في عالم تصفيف الشعر، مصور الأزياء العالمي ماريو تستينو في دبي لافتتاح معرضه هيت. اسمي ميمي، نقلت على الإمارات من 10 سنين. من 5 سنين لقيت انه في نقص بالسوق لاشياء ايزي، عبايات، كافتانز، اشياء خارج دبي، عيشة دبي المرحة والهينة، وقررت اعمل هالبراند. اوفر اول بلشت من 17 سنة لما خلقت بنتي، بلشت اعمل اشياء للولاد الصغار، وبعدين الكبار غاروا صار بدهم لقلهم كمان، سو بلشت اعمل كمان للكبار. بس وقتها كنت عايشه بلندن وكان مور جاكيتات جينز جاكيتات شتويه. لما جيت لهون بلشت اعمل اشياء يلي لها علاقه بالكالتشر العربي بات وذ تويست، برينتس اجنبيه، قماشات بجيبها من سفري، وبلشنا نعمل هالعبايات والهالكافتانز يلي فيك تروح فيها على البحر وفيك تروح فيها على عشاء.
والطقس هون بشجع للتيبل المريحة الفرحة الخفيفة واللي فيك تلبسيها ليل نهار. الستايل تبعي بوهيميان شيك، يعني بوهيميان يلي هو بيعرف شخصيته وبيحب يفرجي شخصيته، ومش انه يلحق الموضة، بالعكس هو عم يلحق، هو الواحد بنقي شغلة وبيرجع بيعملها على طريقة لبسه هو، بحط لها زنار، فولار، جاكيت، عقد، بتغير الستايل حسب شخصيتك مش حسب الموضة. بالفاشن ديزاين كتير بحب ألكساندر ماكوين وفيفيان ويستوود، بس كمان عندي a lot of fashion icons that I بحب كتير وبحب ألحقهم، مثل آيريس أبل عمرها 93 وبعدها لليوم بتتغندر وبتتزوزة وبتحط أكسسوريز وكل ظهرة عندها كأنه رايحة على أهم فيلم سينما. نحن كتير منجرب نستعمل فابريكس يلي هي إيكو فريندلي وسستينبل للإنفايرمنت. بجرب جيب ماشيت من سفاري يلي هي معمولة بضياع برينتد على الطريقة القديمة، بشتري قماش قديم مثل هيدا البوردر، بوردر قديم باكستاني معمول على الإيد، برجع بفكفكن وبرجع بحطن على غير إشياء. سو منجرب نشجع اليد العاملة الأوثنتيك يلي من أبا لجد، يعني من جد ما بعرف كيف بيقولوها، ويلي هي عم بتروح وعم بيصير كله ماشين وعم بيصير كله يعني على السريع وماس برودكشن. نحن كله ليميتد إديشن وليميتد برودكشن، منشغل نسوين بالهند بباكستان، منشغل نسوين بتايلاند، منجرب نشجع الومن امباورمنت وحتى نخلي هاليد العاملة مرغوبة. أفكاري من السينما للطريق لوين ما كنت بيجي فكرة. إن شاء الله مشاريع المستقبلية ضيف شوية أكتر للولاد وللرجال كولكشن، لأنه كتير عم يجيني رجال بيحبوا عبايتي بيقولوا لي ليه ما في شيء خارجنا، لأنه هيك لونج يعني شيء خفيف تلبسيه بالبيت تستقبلي فيه وتمشي فيه على البحر. وسو إن شاء الله that is my plan. مثل الفاشن تماما، الوان الشعر وقصاته بتختلف من موسم لموسم، فخلينا نشوف كيف نطبق اللون الاحمر على الشعر الطويل. My name is Sarah and I wanted to do something a bit different to my hair, but I really like the red, so I wanted to get more different tones. So they're going to do a balayage effect and lighten the bottom so the red will come out a bit brighter. And then afterwards, I just wanted to get the layers trimmed a bit more. Today with my client, we're going to do a nice balayage of red. She loves the red in her hair and it really complements her skin tone. So we're going to lighten up some of the ends and do a tone-on-tone effect so that it comes darker, and then she's going to have some more vibrant pieces coming through the ends. Afterwards, we're going to cut her hair. We're going to trim up the ends and put some nice layers in it so that it helps complement the effect of the color that we're putting through today. The technique that I'm using is when you just back comb the hair a little bit, it just makes sure that when you have an ombre or balayage effect that you don't get like a straight line. It keeps the color coming in a lot softer towards the bottom. Bleaching, it really depends on the condition of the hair, so you have to be very careful because obviously it can be quite damaging to the hair, so you're better not to over process, but
I would always do a strand test if the hair feels quite weak, just to see if the hair will be strong enough to hold a bleach. But otherwise, I wouldn't recommend it too often, especially on pre-coloured hair. So for me, the biggest trend, like, I mean, there's a comparison because you've got pastel tones, and they're very popular at the minute, the pastel colours, the greys, the silvers, but also in contrast to that, the red is very popular as well, so the really shiny red tones. And in terms of haircuts, long hair is definitely back, and also long bobs are back. So you have a contrast between that and nice layered long cuts and sharp bobs. The trends for the season are different. You have pastel tones that are very popular. You also have the vibrant red tones. So you have vibrant reds and coppers. Also pastels, the silver, grey colours are very popular this season. For me, trending cuts right now is definitely a long bob. So a nice long sharp bob is very popular just now. Also for longer hair, lots of texture and lots of layers is really popular. So on our first application, we use a bleach to go into the hair and pull out the colour to lighten the hair. So with our first shampoo, we never use a conditioner so that the cuticle of the hair stayed open. That way, when we dried it to reapply the second colour, the hair was more absorbent and the colour was more effective. Rather than use the conditioner, it would have closed the cuticle and it takes a bit longer for the colour to take after that. Cut that we did today, we put nice soft layers in. The client's hair was, she's got a lot of hair but it's very fine, so you didn't want to create any edges on the layers that you could see them coming down, so it was just a nice soft texture layer in her hair. So depending on hair texture, I would recommend if this was going to be for finer hair, just a nice soft layer. For thicker hair, I think that it's nice to create the layers a little bit further up the head so that it's taking away the weight from the bottom. So really, layers can work for anyone. It's just depending on your hair texture and obviously how you maintain the hair. So a lot of people like a lot of movement, therefore you could go short and bright throughout the hair with the layers. Some people just like a softer layer towards the bottom. But either way, it's nice to take a little bit of weight away from the bottom so you've not got such a harsh edge and you get that movement, especially when you have like a fashion colour. It shows off the colour really well when you've got a layer coming through. كلوني لبست كوت من بربري وحطت لبستك أحمر وكانت طلتها very classic، ونايومي كامبل لبست نفس الكوت بكعب عالي. فتعالوا نشوف رأي الناس مين لبسه أحلى في فقرة Who Wore It Better.
اثنيناتهم حلوين ذا سيم، هلا ما كثير مبين لانه الكالر تبع التان تبع نعومي مع هيدا الكالر تبع الكوت طالعين فيري نايس، بس اتس نايس كيف لبستها مدام كلوني مع مع الشوز والدريس، سو اثنيناتهم حلوين. حبيتها على امل اكثر، حسيت مع السكربينة انه اهضم من بوتس بس. اذا بدي اطلع شوف الاوتفيت على مين احلى، انا بلاقيه على نايومي كامبل احلى فور وان ريزن، لانه اول شيء مبين شي لوكس لايك موديل، لبسته بطريقه حلوه، بعدين الكالر تبع الاوتفيت لابق كثير على الكالر تبع السكن تبعها لانه دارك، هون شوي مبين وجهها باهت لانه الاوتفيت هيك عطيها شوية بيل على وجهها. فاصل وراجعين، خليكم معنا. بعد الفاصل في فاشن تايم حتشوفوا معنا مصمم الأزياء والمصور الكندي رعد حوراني يتسلق سلم النجاح بسرعة بتصاميم فريدة من نوعها تناسب المرأة والرجل. تيد بيكر تطلق مجموعة ربيع وصيف 2016 بحفل يأخذ الحضور إلى إجازة على شاطئ البحر. مصور الأزياء العالمي ماريو تستينو في دبي لافتتاح معرضه هيت. رعد حوراني هو مصمم كندي أصله أردني، بدأ تصاميمه في 2007 كان عمره بس 25 سنة. تصاميمه صارت مشهورة وازدادت شهرة بين السليبرتيز اللي يحبوا الأزياء العصرية، فتعالوا نتعرف أكثر على رعد. لمع اسم المصمم الشاب رعد حوراني خلال السنوات الماضية من خلال أسلوبه وتصاميمه المتفردة والموحدة للرجال والنساء، وطالما فضل رعد أن يلقب بالتصوري بدلاً من مصمم لعشقه للفنون التصويرية كالهندسة والأفلام والتصوير. وعلى الرغم أننا قد اعتدنا على رؤية دور الأزياء الفاخرة تركز على الأزياء الأنثوية بالنقشات والكشكشة، إلا أن فكرة الألبسة الموحدة ليست جديدة، حيث أنها بدأت في القرن الماضي حيث استبدلت السيدة التنانير والفساتين بالبناطيل وخصوصاً المصنوعة من الجينز. يتحدث رعد حوراني عن فضول وإعجابه بأزياء الجنس الموحد منذ بدايته، حيث أنه مؤمن أن المرأة مهما اختارت أن تلبس حتى لو كان زيها ذكوري بعض الشيء فإنها تبقى جميلة ومميزة بأسلوبها. عاش رعد في مونتريال منذ كان في 16 من عمره، ثم انتقل إلى باريس ليعمل كمنسق أزياء، وبعد سنتين أطلق أول مجموعة للأزياء الجاهزة. وفي عام 2012 وبدعم من قبل الرئيس التنفيذي في كريستين ديور تم دعوة رعد من قبل الاتحاد الفرنسي للأزياء. يبدأ رعد تصاميمه بأشكال هندسية ونماذج، ثم يحولها إلى أكمام وسترات وأحذية، ويبدي اهتمام خاص بالتفاصيل كما كانت تفعل والدته التي طالما صممت تصاميمها بورشة الخياطة. ويستلهم تصاميمه من الهندسة، حيث أن الخطوط المستقيمة العمودية تساعد على إطالة الجسم، ويطغى اللونين الأبيض والأسود على مجموعاته. تم افتتاح أول معرض لمصور البورتريت والأزياء الشهيرة ماريو توستينو اللي عمل عشاء كبير بحضور كثير من المشاهير ونخبة من المجتمع. تعالوا معنا. تعاون جديد يجمع ما بين مجموعة جينز الإماراتية ومصور البورتريت والأزياء العالمي من خلال معرض هيت للصور. وقد تم افتتاح المعرض من خلال عشاء ودي حضره قرابة 40 شخص من المشاهير وكبار الشخصيات في دبي. وعبر الحضور عن فرحتهم بهذا المعرض، حيث أن ماريو يعتبر من أهم مصوري الموضة في حقبة التسعينات، وأن الكثير من الصور التي عمل عليها الآن تعتبر أيقونة في عالم الأزياء. والجدير بذكره أن معظم صور هذا المعرض قد تم بيعها في وقت مبكر. تيد بيكر أطلقوا مجموعتهم الجديدة حقت ربيع وصيف 2016 في دبي، كان الوتان مطل على البحر، مراوح من ريش وأكواخ لون الباستيل، فتابعوا معنا. عاش
عرضت علامة تيد بيكر للأزياء مجموعة ربيع وصيف 2016 من خلال عرض في دبي. أخذ الحضور إلى إجازة على إحدى الجزر المشمسة بديكور مميز من الأكواخ الصيفية الملونة والنساء اللي تزينوا بألبسة مصنوعة من الريش. وقد طغت الأقمشة المطبوعة بنقوش الأزهار على القمصان والسترات الرجالية بلوني الأزرق والكحلي، بالإضافة إلى النقوش المربعة اللي ظهرت من خلال البدلات الرجالية والفساتين والتنانير النسائية. انتهت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا تتواصلوا معنا على كل انواع السوشيال ميديا اللي باينه قدامكم، ولا تنسوا تتابعوا الحلقه الجايه لانها حلقه جدا مميزه من Paris Fashion Week. مع السلامه.